في بداية التسعينيات من القرن الماضي، ومع تزايد الحاجات التنموية للأردن، انبثقت فكرة إنشاء جامعة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا على يد ثلة من أبناء هذا البلد المخلصين، ممن واكبوا مسيرة الجمعية العلمية الملكية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال حفظه الله ورعاه، حيث كانت الفكرة تنطلق من حاجة السوق الأردني للكوادر المؤهلة القادرة على الانخراط في سوق العمل مباشرة من دون الحاجة إلى تدريب إضافي. وكانت الجمعية العلمية الملكية تمتلك خبرة وباعاً طويلاً وفريقاً متميزاً من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات العلمية والفنية والتكنولوجية، يؤهلها لدخول فصل جديد من العطاء في مجال العلوم والتنمية بعد مرور 20 سنة على تأسيسها آنذاك. وفي 11 من أيلول عام 1991 حصلت الجمعية العلمية الملكية على الاعتماد العام من مجلس التعليم العالي لمشروعها الأكاديمي الواعد تحت اسم كلية الأميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا. في البداية قامت الكلية على تدريس تخصص واحد هو علم الحاسبات الإلكترونية، ثم شهدت توسعاً متنامياً بدأ باستحداث تخصص الهندسة الإلكترونية في عام 1993، وتكلل بتغيير اسم الكلية في عام 2002 لأنه لم يعد مطابقاً لمضمونها الجامعي، فأصبح جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا. وقد كان لتغيير الاسم دور مهم في تغيير الهيكل الإداري للجامعة بما يتناسب مع قانون الجامعات الأردنية، وتزامن ذلك مع استحداث تخصص هندسة الحاسوب، وتلت ذلك انطلاقة جديدة في الجامعة عام 2005 تمثلت في استحداث عدة تخصصات جديدة هي هندسة الاتصالات ونظم المعلومات الإدارية وعلم الرسم الحاسوبي، وهو الأول من نوعه في الأردن والمنطقة. وبمرور السنين تواصلت عملية التطوير والنماء في أقسام الجامعة وتخصصاتها، حيث أصبحت الجامعة وبحلول العام 2012 تحتوي على 4 كليات كالآتي: كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، كلية الملك عبد الله الثاني للهندسة، كلية الملك طلال للأعمال والتكنولوجيا، كلية الملك عبد الله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي، إضافة إلى عمادة شؤون الطلبة. تميزت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بريادتها وتميزها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن والوطن العربي، وحققت العديد من الإنجازات التي تشهد على المستوى الرفيع الذي تحتله الجامعة. فقد حصلت الجامعة على المرتبة الأولى في الامتحان التجريبي في علم الحاسوب الذي عقد في عام 2005، وكان معدل خريجيها أعلى من المعدل العالمي. وتكرر الأمر ذاته في امتحان الكفاءة الجامعية الذي كانت تشرف على تنفيذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتضمن المنافسة بين جامعات الأردن قاطبة، حيث حققت الجامعة المرتبة الأولى في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة، كما حققت الجامعة المرتبة الأولى أيضاً في امتحان مهارات الكتابة والتفكير باللغة الإنجليزية وبمعدل أعلى من المعدل العالمي. ومما يميز الجامعة أيضاً علاقتها الفريدة وشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الأكاديميات والجامعات والشركات العالمية، حيث ارتبطت الجامعة بالعديد من الاتفاقيات الثقافية ومذكرات التفاهم مع كبرى جامعات العلوم والتكنولوجيا حول العالم، مما أكسبها سمعة إقليمية وعالمية بارزة، حتى باتت تسعى كبرى الجامعات الأوروبية والأمريكية إلى إبرام اتفاقيات معها. وقد اختيرت الجامعة لتكون مركزاً رئيسياً للتدريب في المنطقة من قبل شركة سان مايكرو سيستمز، كما أقامت شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأوراكل حاضنات تقنية في الجامعة، إضافة إلى إقامة مؤسسة سيسكو أكاديمية إقليمية لها في الجامعة. كما تشترك الجامعة في العديد من المشاريع الأورومتوسطية التعليمية والبحثية والإدارية والمالية. ونظراً للتميز الكبير الذي تتفرد به جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا عن غيرها من الجامعات في الأردن والمنطقة، فإن الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية تبدي إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام على توظيف خريجيها، خصوصاً في المؤسسات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحصلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وعلى مدار سنوات طويلة على العديد من الجوائز المحلية والدولية التي تظهر تميزها في طرح برامج وتخصصات جديدة، مثل تخصص علم الرسم الحاسوبي الذي حصلت الجامعة عنه على جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام 2009 ولنتائجها المتقدمة في امتحانات الكفاءة الجامعية.
كما حصلت على الجائزة ذاتها في عام 2012 عن برنامج ماجستير أمن نظم المعلومات والجرائم الرقمية وغيرها الكثير من الجوائز. كما شهدت الجامعة فوز العديد من أعضاء هيئتها التدريسية بجوائز علمية محلياً وعالمياً. كما تميز طلاب الجامعة وخريجوها بتمثيل الجامعة في العديد من المحافل العلمية والتكنولوجية الدولية، ونجحوا في تحقيق إنجازات كبيرة والفوز بجوائز عالمية مهمة، كان منها جائزة الإيماجين كاب من شركة مايكروسوفت. At the Dead Sea World Economic Forum across Jordan, all over the Arab region, I've seen and heard from young people, and so many of them have inspiring ideas and tremendous potential. Like Yusuf Wadi, Hani Abu Huwaij, Munir Abu Hilal, and Muhammad Al Azam, who earned a medal-winning position at Microsoft's Imagine Cup. The first time an Arab country reaches the finals. تميز عدد كبير من خريجي الجامعة بتحقيق إنجازات مهمة في سوق العمل المحلي والعالمي، تتمثل في تأسيس العديد منهم لشركات ناجحة تلعب دوراً مهماً في التنمية الحضارية والتكنولوجية للأردن والمنطقة. طوال مسيرتها المليئة بالعطاء سارت جامعة الأميرة سمية بخطى وثقة وعزيمة كبرى لتكون البيئة الأكاديمية الأمثل والرائدة في التعليم والتكنولوجيا، ولتقدم للوطن أجيالاً تواكب العصر وتلبي احتياجاته، ولترفع الشعار عالياً تعليم بامتياز لجيل الإنجاز.